الحقيقة هو الموضوع الكبير هو التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الفلاحي. وكما شفتوا البارح شنو صار، يعني بعد مع الأمطار اللي نزلت البارح واللي كنا سنستبشر بها، يعني كانت مرافقة إلى حجر البرد اللي أتى على العديد من المنتوجات الفلاحية، ونخص بالذكر يعني الرواق اللي انطلق من حفوز مرورا بشبيكة مرورا القيروان الجنوبية فبوحجلة. الرواق هذا تقريبا العرض نتاعه كبير شوية، يمكن 3-4 كيلومتر، والطول ما يقارب 50 كيلومتر. مساحات هذه تضرت بحجر البرد، وكانت في بعض الأماكن يعني ضرر كلي يوصل حتى 100%. التغيرات المناخية كذلك يعني كانت أثرت على الحبوب في السنة الفارطة. التغيرات المناخية أثرت على القطيع وعلى المرعى والجفاف، هدايا سبلنا حتى في أثناء مشكل متاع بذور للحبوب. اليوم في الإطار هدايا احنا نخص بالذكر يعني قطاع النحل اللي هو بدوره يعني تأثر بطريقة مباشرة وكبيرة كبيرة برشا. اليوم بالنسبة لنا احنا عنا قطيع متاع النحل، وفما تقديرات يعني متاع معهد الإحصاء توصل إلى أنه عندنا 12,000 يعني مربي للنحل اللي فيه معدد كبير في جهة القيروان. احنا ننتجو ما بين 2500 إلى 3000 طن سنويا في العسل، اللي فيهم تقريبا 300,000 بيت نحل، وربما في القروان يعطيه رقم آخر اللي أكبر بكثير. أنت تعرف اللي في جهة الوسلتية وعين جلولة فما منطقة بحكم أنها تختص في تربية النحل اسمها النحالة، وهذا يعني نزيد نأكد أنه جهة الوسلتية وعين جلولة رأي آلاف من الفلاحة يعيشوا فقط على القطاع هذا متاع النحل. زيادة على العوامل المناخية أصبحنا نشوفه في جوز فصول في البلاد التونسية، يا صيف يا شتاء، ما عادش نشوفه خريف ربيع صيف شتاء، ما عادش الفصول هذيك. التغيرات المناخية هو على فكرة، نحب نعطيكم فكرة، في الكون كامل فما حوالي 20,000 سلالة نحل في الكون. بال20,000 سلالة نحل الموجودة في الكون هذه، فما 8 سلالات وقعت تجينها من طرف الإنسان، اللي نحن نتهمنا هي النوعية متاعنا هي لابيس مليفيرا انترميسا اللي موجودة في تونس الكحلة. ولكن نقولوا اللي فما عوامل أخرى قاعدة تأثر على النحل، قاعد ينقرض. عندنا النحلة الصحراوية يقولوا نحن الصفرة هذه أحسن سلالة نحل في العالم كله في إنتاج العسل. هذه كان النحل العادي يمشي حكاية 5000 كيلومتر باش يرعى ويجيب الماء، النحلة هذه توصل حتى ل 15 كيلومتر باش يجيب الماء. النحلة هذه انقرضت من تونس لحسن الحظ، أنهم لقاوا ديت راس، لقاوا معناها في الجزائر في بعض القبائل لقاوا منها هذه، مش يحاولوا باش يعاودوا يدجنوها في يرجعوها لتونس. النحلة هذه تمتاز بإنتاج وفير، ومعناها وتتأقلم مع ظروفنا المناخية هذه. نحب نقول هذا القطاع متاع النحل هو راهو قطاع يشغل في برشا يد عاملة، يجر وراه برشا فوائد، فهمتني؟ اللي يخدم في الصنادق، اللي يثمن في الشمعة، اللي ينتج في سم النحل، اللي يخدم على بيهان العسل. لكن المشكلة اللي موجودة عندنا دولة احنا في القروان هي حكاية السكر هذه، اللي قاعدة كل عام يجدوا على السكر والسكر والسكر، ولو أنه فما بدائل على السكر. علاش أنا ما ريتش مبادرة من بعض الشبان ولا عدة شبان يعملوا خروب الهندي كغذاء للنحل، حتى كنت تحصلوا على منتوج متاع عسل يكون عنده ذوجة جودة معناها عالية. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.